وطنية بشأن التسميات مثبتة الأصل لزيت الزيتون، شارك فيها خبراء ومختصون في ميدان استخراج الزيت. تفاصيل أكثر في تقرير تيجاني بوديدح والتصوير لعادل النجاتي. التسميات مثبتة الأصل لزيت الزيتون شكلت المحور الأساسي لندوة وطنية احتضنتها مدينة القيروان من تنظيم معهد الزيتونة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان وبتمويل من المجلس العالمي للزيت. شارك فيها خبراء ومختصون ومنتجون. اليوم مثلا مش نأسوا لاسم مثبت للاصل لعلامه زيت الزيتون القيم اللي متواجد في منطقه الاعلى واللي عالميا يعني عنده ربما امتياز كبير وحتى في التحاليل اللي يجريوها وفي الاسعار نتاعو، ولكن يمشي هكاك معناها القيمه المضافه نتاعو تمشي هبال. ان شاء الله اليوم باش نقوموا بتقديم كراس الشروط لزيت القيم بولايه القيروان. هذا الملبوم المبادرة هذه سوف تساعد كل المنتجين والمحاولين والفلاحين باش معناها بور كري ان ديناميك دون لا ريجيون، معناها باش نعملوا باش نحاولوا نوفروا معناها هذا عند تحصل على هذا الزيت وتثمينه في قوارير باسمه زيت القيم قيروان. عرفوا انتم اللي تونس هي من البلدان الرائده في انتاج الزيتون وتواكب كل ما هي تطورات على المستوى العالمي، وفي خضم معناها تنوع الزيوت النباتيه زيت الزيتون ما ينجم يلقى بلاصته كان من خلال الجوده. وقد مثل هذا اللقاء فرصة لتدارس مشاكل منتجي زيت الزيتون وآفاق تطوير القطاع، وخاصة جعل زيت القيم المتوفر بجهة القيروان ماركة عالمية نظرا لخصوصيته الغذائية والطبية العالية، إضافة إلى بحث سبل تصنيعه وتصديره كماركة مسجلة.